هذا البرنامج برعاية مجموعة صالح للسيارات. يحكى أن حكيما شاعت حكمته بين الناس، فأصبح ملجأ لكل متسائل وصاحب خبرة، ومضربا للمثل بالحكمة والرأي السديد. أهلا رعاك الله. نعم أنا الحكيم. الدنيا عبور ومرور، فاجعلها فرحا وسرور، وجنب نفسك النفور يا بني. في أمان الله، في أمان الله. ادخل ادخل يا رعاك الله، فالباب مفتوح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الحكيم، أوصني أوصني أيها الحكيم. كن أنت. شلون؟ ما فهمت. ولا تكن غيرك. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. الساعة، الساعة لك ما دمت حيا، والحياة لك ما دمت أنت. كم ساعة؟ سبعة لخمس. كويس، يعني يمديني إن شاء الله قبل ما تقفل الصلاة. شكرا. ادخل، فالباب لا يقفل أبدا. يا حكيم، يا حكيم، أنا زادت همومي وضاقت بي الوسيعة، ما عاد صرت إنسان مبسوط ولا تكفى. أوصني. امسك هذه الملعقة، وإياك إياك أن يقع ما بداخلها. اذهب إلى الحوش ثم تعال مرة أخرى. إياك أن يقع ما بداخلها يا بني. Thank you.
رأيت ما في الحوش من حدائق غناء وتحف وتماثيل ولوحات جميلة؟ لا والله إذا كنت مركز على الملعقة. بالضبط، هكذا هي الحياة، تركز على مشاكلك وهمومك وتنسى كم هي جميلة. الملعقة يا بني وبداخلها هي مشاكلك وهمومك التي تبعدك عن الحب والسعادة. وأنك حكيم ما شاء الله، الله يجزاك بالخير يا طويل العمر. أنا من اليوم ورايح ما عاد أفكر إلا بالأشياء الجميلة. سلام عليكم. لا صحيح، الحوش الخلفي فيه رسمات ونقش وشجر ومدري وشو. جدك انت، حوش مغبر. اهم شيء الحكمة وصلت. ايه وصلت. توكل. سلام. حكيم، يا حكيم، حكيم. السلام عليكم. آسف على إزعاجك طال عمرك، بس جيتك أنشد الحكمة. ما جيتني البارح وانشدتني الحكمة أعطتك إياها؟ أنا؟ لا بطول عمر، هذا أخوي التوأم. أصلا أنا وهو كلنا نحب الحكمة. حسن، الحكمة لا ينشقها، لا ينشدها إلا صاحب عقل وثقل وعلم وفهم. أشكرك والله ما قصرت. ما سوينا إلا الواجب. مصدق لو أنا جيتك أمس، ما عندي أخوي توأم ولا شيء. أنا جيت. جيت الحكمة. الله أني داري من ريحتك. وكان الحكيم يقضي يومه بإنارة العقول وإسداء الآراء والنصائح لكل ذي حاجة، وبابه دوما مفتوح. هلا بالحكيم. جبت شاورما؟ جبت. شطة وشطة؟ ايه خد، أبلشت انت شاورمتك. يا اخوي ديلي. لا يا ابوي كلها لي. اسمع، ترى جايك بسالفه بروح، ماني مطول هنا. خير ان شاء الله. امس جيت من عند الربع، من عند الديره. ايش صار؟ شابين عليك يا بالي. الدراهم والفلوس، ما كانت الحياه لتسعد. يا اخوي كل تبن يا اخوي، ترى اتكلم جد. ما عندي، منين اجيب لكم؟ طيب خلال اسبوع ما تقدر تدبر من هنا شيء؟ والله ما اقدر، والله ما اقدر. طيب يا اخوي، حكمتك ذي اللي تقولها للناس يا اخوي، يا اخوي خذ عليها فلوس، خذ عليها دراهم. ما كان لحكيم ان يبيع حكمته بمقابل، لانه دلخن. يا اخوي انت الناس تعرفك هنا، صار كلهم يعرفونك، يحبونك يا اخوي. يا اخوي اسمع، اقرا عليهم يا اخوي، فسر احلام، سوي شيء يا اخوي. الناس تحب، ما حد دراهم ودها تصرف يا اخوي. دلوخ يدرعمون عندك دراهم. كيف تجعل من الحكيم صنوا للمحتال والحرامي؟ وانت شم طلعك من الديره ومخليك تنحاش؟ ها خلك بسؤال ذي، قسم بالله عظمي يجونك هنا. اقول توسوس، ما عندك اقتراح معين كيف ممكن حل المشكله؟ عندي اخوي، بس قاعد افكر فيه لحد الان ما كملت الموضوع. بس اسمع، انا بقول لك، انت شكلك شغلك ذا والله يطلع دراهم. خلنا مخمخ فيها واجيك بعدين. هات. قالت العارض، كل تبن يا اخوي، ما بحكمك، انا ابي فلوس الشاورما، عطني اياها. كم حسابك؟ 22 مع حساب اول امس. اتي بالباقي شاورما غدا. لطالما عاش الحكماء مجللين بالرزانة والوقار، محفولين بالاحترام والتقدير،
مدفوعين بحب الخير ورضا النفس، يهدفون للإصلاح ونشر الحكمة والمعرفة، لا يكلون ولا يملون، همتهم عالية وصبرهم طويل وبأسهم شديد، وشجاعتهم مضرب الأمثال، وكرمهم حديث الأجيال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو تصلح؟ دني أطهي ما يطهر. إيه وشو ذا؟ إنه طعام المارشميلو. آه، الحين ذا عشاك. شو يا أخي؟ تعال جيب لي شاورما. يا أخي لاحقين على الشاورما حقتك، بس جايب لك خبر أحسن من الشاورما. وشو؟ الخبر ذا بيخلي حياتك مجرى حياتك كلها يتغير. الحياة لا تتغير، بل نحن فيها سائرون. يا أخي بتهرج العالم والناس ولا أمشي؟ لا قلت مش عندك. الحين الناس شو يسوون؟ يقعدون يجمعون بعض في كل أسبوعية، الربع يجمعون بعض، يسموها ثلاثية، ربوعية، خميسية، يجيبون من الشعراء وفرق الشعبية يحطون عندهم. أنا أعرف واحد من الكبار، قلت له اسمع، أنت لا جمعت ربعك عنده ثلاثية، لا جمعت ربعك جمع ربعك وبجيب لك حكيم يتحدث حكما لم يتكلمها أحد قط. أنا يوم قلت له قط قلت هم 3000 ريال بالليلة. تفكر أنت يبوي 3000 ريال مع مفطح؟ بس يا أخي أنا أحب الشاورما يعني أحسن من إيه، لأنك أدلخن، لأنك نسيت طعم المفطح، ما عندك فلوس. ماذا قلت؟ على بركة الله. الله مو بشين يا ولد. هذا هو المارشميلو. من لا يراعي أموره في الأولاد لا يأسفن على ضياع البلاد. الله الله. عفوا يا شيخ حكيم. نعم يا بني. أنا ما ودي أقاطعك، لكن الكلام اللي تقوله يختلف تماما مع أغلب نظريات التربية والأسس الاجتماعية الحديثة. وكيف ذلك؟ ماذا تقصد؟ اللي أقصد أنه حسب الدراسات الاجتماعية التربوية الحديثة والعديد من الإحصاءات، أنه نتائجها يخالف تماما ما ذكرته أنت قبل قليل. الحكمة ليست دراسات ولا إحصاءات، وإنما تجارب وصبر للحياة. الله الله. بالضبط يا شيخ حكيم، والنتائج اللي أنا أقول لك إياها هي نتيجة تجارب وليست مجرد تخمينات. عفوا ما عرفتك بنفسي، معاك الدكتور توفيق أخصائي دراسات اجتماعية من جامعة ستوكهولم. بس يا دكتور لو تكرمت، هل يمكن للنتائج التي حدثت في مجتمع ما أن تنطبق على باقي المجتمعات الأخرى رغم اختلافها؟ رد عليه، رد. واو واو، سؤال ممتاز، ودائما يطرح هذا السؤال في النظريات الاجتماعية خاصة لما نكون في المحافل العلمية. هذا السؤال يختص بالمجتمع، ولكل مجتمع خصائصه اللي تخص عن المجتمع الآخر. أذكر أن احنا سوينا في جامعة ستوكهولم دراسة على يا أخوان. ولا يهون الشيخ أبو خالد، الحكيم أبو علي رجل فيه من الحكمة الشيء الكثير. يا أخوان هذا الرجل أعرفه على مدى 20 سنة، تغيرت حياتي كاملا. رجل يحمل الحياة بيده اليمين والحكمة بيده اليسار. تفضل حكيم. ما قلته يا أبو سليمان إنما هو من جمال روحك ومن حسن أخلاقك، وأنك ترى نفسك في من تمدح، وهذا ليس بغريب عليك، فكنت فكما عهدتك رجل صادق فيما تقول، نقي في أفكارك، عاليا في 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 في, في, في أما الدنيا
فهي كراكب مغادر أو تاجر مسافر أو عالم مغامر. ومن لم يدرك من الدنيا ما يريد كالطير لا يدرك من الماء ما يريد أن يبلعه. والناس طبقات، والناس طبقات طبقات. أيوة أيوة، أكمل أكمل أزدنا. طبقة تعلو بما يدعمها ويسندها، وطبقة تستعلي بما يسندها. صحيح يا حكيم. فانظر رعاك الله، فانظر إلى أي الطبقات أنت، ومن أي طبقات كنت، وغدا ستكون في أي طبقات غدا. أشهد أنك صادق، غدا والله. ليس من عرف الدنيا وخبرها كمن قيل له وسمع عنها أبدا. ايش فيك يا شيخ؟ ورقمت عصا ما شر. تشوف معازيمك ذولي ما يقدرون؟ ما يهمونك، انا اسف، هذول جهال ما يعرفون الحكمه. فعلا فعلا، الجهل داء لا دواء له، والحكمه دواء لا داء بها. زدني يا حكيم. زده يا حكيم. جيبك اليوم، جيبك اليوم. حكيم كيف انا معاكم؟ لب الزعلان يا حكيم. وش الزعل الحلو يا رجال؟ يا رجال والله ما يبي لها كذا الوقت يا اخوي. خلاص لا تتحمل الموضوع اكبر من حجمه يا اخوي. بدايات تصير معنا كلنا يا ابوي. صاحبه انت حسب جمال الدين الرومي والتبريزي ذول اخذوا كذا الموضوع سهل؟ لا، اكلوا تبني لين ما قالوا بس. الرومي مؤلف فصل كامل في التبنيه في مرحله بداياته يا اخوي. انت عندك حكمه يا اخوي، اشتغل عليها، امورك طيبه، الناس ما خفات تلاحق ذول المشعوذين والكذابين. وانت عندك شيء والله احيانا انك تقول شيء صحني ما افهمه بس اقتنع فيه. بس هذه بدايات ابو علي. البدايات هي طريق النهايات. أقول ادخل أنت في الشعرتين دول اللي قدام وجهك. تصدق أول الطيب ذا والله ما دريت عنه. يا كثر ما تجهله ويا قل ما تعرفه. ترى نفس المعنى. المعنى ما بان والمخفي ما هان. وش ذا الخرابيط يا أبو علي؟ لا تحكم برأيك قبل أن تدرك بعقلك. إيه هذه أخيراً طلع منك شيء حلو. إيه هذه مقبولة. كل ما أقوله له قيمة، لكن الجاهل لا يعترف بقيمته. طب حط عليه استيكر. تجي حلوة. اسمك؟ أنا الحكيم. أخلص علي اسمك. ظافر سعيد علي. ايه انتم من ديره حويجان؟ الله الله هو صاد. انتم لاعبين على الناس ماخذين دراهمهم منحاشين. انا لم انحش يوما من بلدي. اقول اخلص قدامي بس. We'll be right back.
هذا البرنامج برعاية مجموعة صالح للسيارات.